مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير العجينة، كيف نعجنها بدون ما نستعمل المكنة الكهربائية. عندي كوب طحين، نص كوب مي، ممكن احتاج بعض مي حسب نوعية الطحين، نص ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة خميرة فورية. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا جاط، ورق زبدة بعملها بهيدي الطريقة، حط طحين، بسم الله، السكر الخمير الملح، بحركن مع بعض. حط المي، خليط. طريقة جدا سهلة وسريعة. كمان حطينا المي كلهم، خليت منيح. استعملت ورقة الزبدة عشان ورقة الزبدة ما بتلزق. بس انعجن في العجين منيح، هلا بشيلها بحطها على جنب بهيدا الشكل وبتركها لتخمر حوالي نص ساعة. هيدي العجينة اللي عملتها انا وياكم بعد ما اختمرت بهيدا الشكل، بسم الله كتير خامرة. عندي كمان حبة البركة، وعنا زيت نباتي، وفينا نستعملها لأي استعمالات، لحمة بعجين، مناقيش، أي شي منا إياه خبز. هلأ عندي صينية، بحط زيت نباتي على ورقة الزبدة، هذا الشكل بشيلها بملعقة، حط نقطة زيت على ايدي، شيلها للعجينة،
اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. برش عليها حبة البركة وهلأ بحطها بالفرن. هذا المشطاح بعد ما طلع من الفرن اللي عملته انا وياكم بعجينة بدون مكنة كهربائية، وهيدا من الداخل شفتوا شو طري وكتير روعة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى تكون طريقة العجينة اللي عملتها انا وياكم بدون عجانة كهربائية عجبتكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.